دائمة نامية باقية آناء الليل وأطراف النهار بما أنت أهل ومستحقه ومستوجب السلام على الصديقة الطاهرة والذرة الفاخرة والشهيدة المظلومة والمضطهدة المقهورة التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها يا ممتحنة يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا ما خاب من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء فشتتنا صرف الزمان وإنه لمنتقد شمل الأحبة بالصرف بسطنا أحاديث الهوى وانطوت لنا قلوب على ما في المودة والعطف كأن لم تدر ما بيننا أكؤس الهوى كأن لم تدر ما بيننا
أكؤس الهوى ونحن نشاوى لا نمل من الرشف. أيا منزل الأحباب ما لك موحشا، رحم الله الفقيد الغالي الحاج عبد الله بن محمد. أيا منزل الأحباب ما لك موحشا بزهرتك الأرياح أودت بما تسفي. تعفيت يا تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم فذكرتني قبر البتولة ادعفي. شجاع فراق المصطفى واحتقارها لدى كل رجس من صحابته جلفي. لقد بالغوا في هضمها وتحالفوا عليها وخانوا الله في محكم الصحف. وجاء وجاءت إلى الكرار تشكو احتضامها فمدت إليه الطرف خاشعة الطرف. أبا حسن ينوح عليها عاد. أبا حسن يا راجح العلم والحجا إذا فر وويلا ويا واحدا أفنى الجموع ولم يزل بصيحته في الروع يأتي على الألف. أراك تراني وابنتي من وصحبه أقرأ. أراك تراني وابن تيم وصحبه يسومونني ما لا أطيق من الخزف. ويلطم وجهي نصب عينيك ويلطم وجهي نصب عينيك ناصبون
عداوتني بالضر مني يستشفي. لو تلحظ بعناك ثبير الزلزل ذاب. ما تم الآن والزهراء بأبي لا قبة لا مزار لا صحن. لو تلحظ بعناك ثبير الزلزل ذاب وقبال عينك يعصرون بصائر الباب. متعجب العالم من أفعالك يا كرار. بالدار جالس والعدو يهجم على الدار ومدامعك تجري وبيدك سيف في الأفقار. وانا انتخب الله وجنيني خرب الاعتاء. منطعت خلف الباب يا راعي الحمية. ناديت يا فضة تعاني بعجل خرّيت يا حامي الحمى مخشى علي رذلي الطاغة ولا اختشى منك ولها. جرها عاد وانت تشوف يا علي وتسمع ونيني وقف على راسي ولطم خد يا فضة ركيني مرت عيوني خرجني وصدري انصاع. رحم الله مولى يوسف ردوا لك قادك يا لث الحرايا وانت الذي من باسك تموج الكتب. والله افعالك يا علي والله افعالك يا علي تراول عجايب كيف بحبل تنقاد وانت اللث بالغار.